واحد اثنين ثلاث هس عندك تحدي الباء. الأول وهاي ثلاث دنانير على الباب الثاني. تحدي الفوتبول اليوم رح يكون تحدي ممتع وهو بيعتمد على قوة التركيز. احنا هون في عنا بابين وجوه في عنا شباكين. اول اشي كل واحد معاه محاولة، هذا الباب الاول في حال دخل الكرة فيه من مسافة معينة بياخذ دينار، بعدين بيجي على الباب الثاني في حال جابها بياخذ ثلاث دنانير. هسا بعد هيك رح يصير التحدي اصعب، اللي هو في عنا شباك جوه في حال جاب الكرة برضو من مسافة معينة بياخذ خمس دنانير. والتحدي الاصعب اللي بنتمنى يعني انه حدا يقدر يعمله، الشباك الصغير في حال دخلها رح ياخذ 20 دينار. احنا متحمسين كثير نشوف التحدي. جاهز؟ يلا بلش على الباب الاول. ممتاز، هاي اول دينار. تفضل. يلا واحد اثنين ثلاث. ممتاز. هاي دينار. طيب بسيطة. ممتاز، هاي أول دينار. تفضل. أول دينار. أوه. حلو. واحد اثنين ثلاث. راحت عليك. طيب مش مشكلة. هاي أول شخص بدخل بالباب الثاني. هاي دينار عن الباب الأول وهاي ثلاث دنانير على الباب الثاني. اثنين ثلاث. قريب كثير والله. حلو، قريبة. يا سلام، هاي ثلاث دنانير. واحد اثنين ثلاث. يا عيني عليك. هاي واحد اثنين ثلاث. ايش فيه؟ ايش فيه؟ حلو. قريبة قريبة. حلو. اوه.
يلا بسيطة. شكرا لك. حلوة والله. يلا ممتع. حلوة حلو حلو. خلاص. الله أكبر. واحد اثنين ثلاث. والله راحت ما تفوت. ثلاث. يلا بسيطة.